ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هحكي لكم قصة من اجمل القصص الرومانسية اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبة الجميلة سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدأ احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا، ويلا بينا نبدأ. وفي اليوم الثاني في مطار مرسى علم نزلت السيارة اللي كان فيها دنيا وقاسم، واتجهوا ناحية الفندق الخاص بيهم واللي كان ملك القاسم. ولكن قابلوا هناك مشكلة جعلت قاسم غاضب جدا، وبرضو دنيا اللي اتقنت تمثيل الغضب لما قالوا لهم انهم في عز السيزون ومفيش غير جناح قاسم بيه بس اللي دايما فاضي. فاتكلم قاسم وقال خلاص يا دنيا اهدي، احنا كده كده مش هننام هنا، هنخلص شغل وناخد طيارة بالليل. فرحت جدا ان خطتها ماشي على الطريق الصحيح، ولكن مثلت كويس جدا فهزت راسها وقالت اوكي يا قاسم يلا بينا نغير لبسنا، لازم نكون في الموقع كمان ساعة. واتجه معاها ناحية المصعد، وفي الوقت ده بعتت رسالة لشخص انه يقوم بتصويرهم، وبالفعل التقط ليهم صور كتيرة وهم داخلين نفس الجناح. وبعد شوية خرجت دنيا من الحمام وهي لفة فوطة على جسمها في محاولة منها لإغراء قاسم واللي كان مش عايز يبصلها من الأساس. وفي نفس الوقت دق الباب من خدمة الروم سيرفس اللي جابوا العصير واللي سبق طلبته دنيا. فاتجه قاسم عشان يفتح وهي من غير ملابس بدون ما ياخد باله للكاميرا اللي بتاخد ليهم صور، وهو بيفتح باب جناحه ودنيا وراه لفة جسمها بفوطة بس. فابتسمت بخبز وهي شايفة شغلها ماشي على أكمل وجه. وبعد ثواني بعتت الصور اللي تم التقاطها في الحال لجودي، ومعها رسالة بتفيد بأن حبيبها وخطيبها لسه مع حبه القديم وقاعد معاها في نفس الجناح، وأخد من العمل سبب عشان ينفرد بيها. أما دنيا فلبست هدومها بسرعة واتجهت للموقع عشان يقوموا بحل المشكلة اللي كانت هي السبب فيها من الأساس. وفي سنتر الدروس الخاص بجودي كانت قاعدة بتجاوب على الاختبار اللي ما بين ايديها، فحست بوصول رسالة من تليفونها على امل انها من حبيبها اللي اشتاقت لي، ولكن شحب وشها وهي شايفة الصور اللي ما بين ايديها. فدققت النظر في البنت اللي فيها مع قاسم، وافتكرت كلامها لما قالت لها ان دي دنيا السواح اللي تعتبر خطيبة قاسم وهتبقى مراته قريب قوي. فوسعت عينيها بصدمة، ولكن افتكرت قاسم اللي بيحبها بصدق، فالحب ثقة اولا واخيرا. وانهت الاختبار بسرعة وسلمت ورقتها وخرجت بسرعة. فقابلت يامن اللي وقفها واتكلم بخبث وقال ايه ده مالك، في ايه، مال وشك اصفر كده؟ يامن ما شفتش ريتا؟ لا كانت هنا اهي هناك بتشتري حاجة من السوبر ماركت ده. راحت لها بسرعة فقالت ريتال جودي عملتي ايه، جاوبتي كويس؟ ريتا مش وقته، بصي في شوية صور هوريها لك وعايزاكي تعرفي ان كانت فوتوشوب ولا لا. اوكي انا عارفة انك بتفهمي كويس في الحاجات دي. بصت لها بقلق من حالتها وقالت اوكي اهدي بس بصي دول. فمسكت ريتال التليفون وشافت الصور وقالت بزعر ايه ده، مش ده قاسم خطيبك؟ ريتا مش وقته، الصور دي حقيقة ولا متفبركة؟ دققت ريتال في الصور كويس لأكتر من مرة وقالت بحزن بصي يا جودي مبدئيا كده هي شكلها مش متفبركة، بس انا هوريهم لابن خالتي وكذا حد من صحباتي وهرد عليكي بالليل. هزت جودي راسها ومشيت بسرعة على بيتها. وبنروح لعند قاسم اللي انهى شغله بسرعة
وهو حاسس بضيق لأنه اشتاق لحبيبته جدا، فقرر الاتصال بها ولكن توقف لأنه لو سمع صوتها هيزيد شوقه ليها أكتر، فقرر أنه هيتوجه من المطار لبيت مها مباشرة عشان يشوفها. وفي شقة جودي كانت واقفة قصاد النافذة وهي بتبص للتليفون بضيق وثواني، وجه الاتصال اللي مستنياه، فجاوبت بسرعة وقالت أيوة يا ريتا، طلعت فوتوشوب صح؟ بصراحة يا جودي لا، أنا عرضت الصور على كذا حد وكلهم أكدوا أنها مش متفبركة خالص. جودي بضياع وشروط أوكي باي يا ريتا، قفلت التليفون بدون ما ترد على باقي كلام صاحبتها ومسحت دموع عينيها وهي بتقول لنفسها لا أنا واثقة فيه، هو بيحبني مش ممكن يكون خاني، أكيد الصور دي اتاخدت بحسن نية أو حصل حاجة أكيد. مسحت دموع عينيها وهي بتبتسم، فلا يمكن يكون إحساسها خاطئ، فهو بيعشقها وأكيد هياجي ويحكي لها على كل حاجة من نفسه ومش هيخبي عليها حاجة. واتجهت لمكتبها وقعدت عشان تكمل مراجعة دروسها، فزي ما قالت لها معها إنه كفاية لعب وإن الامتحانات خلاص على الأبواب. ووصل قاسم اللي طلع بلهفة كبيرة لشقة معها ورن جرس الباب، ففتحت معها وهي بتبصله بصدمة واستغراب وقالت قاسم بيه معقول؟ اتفضل. شكرا يا معها، آسف إني جاي دلوقتي ومن غير معاد. لا يا فندم ده بيتك، بس هو مش المفروض حضرتك في مرسى عالم النهاردة؟ بصراحة جودي وحشتني قوي فخلصت على طول وجيت من المطار عليه. طب اتفضل. دخل شقتهم وهو بيبصله بإعجاب، فقالت معها تحب تشرب ايه؟ هي جودي فين؟ في اوضتها بتذاكر، هعمل لحضرتك حاجة تشربها واناديها. ياريت لو قهوة مظبوط. اوكي قاسم بيه. راحت بسرعة وفضل قاسم يتفحص في الشقة، فوقعت عينيه على أوضة بابها مفتوح شوية، واتجه إليها وهو متأكد إنها أوضة حبيبته، ففتح الباب ببطء ووقعت عينيه على طفلته اللي قاعدة على مكتبها الصغير وهي مندمجة في مذاكرتها، وقد إيه كانت جميلة بهدومها البيتي، فحست جودي بعيون بتتابعها، فبصت ولقته واقف قصادها، فبصت له بفرحة وعدم تصديق، فاتكلم قاسم وقال وحشتيني قوي يا جودي. جريت عليه وهي بتحضنه وقالت قاسم انت هنا بجد؟ يعني انا مش بحلم؟ اه يا روحي انا هنا وحشتيني قوي، ما استحملتش ابعد عنك يوم، جيت من المطار عليك على طول. وانت وحشتيني قوي، ما تبعدش عني تاني. لمعت عينيه بفرحة من حب حبيبته البريء واللي بقى واضح جدا بالنسبة له، وفضلت جودي تسمع كلامه الجميل وهي بتقول في نفسها انه مستحيل يخونها، فكلامه واضح انه نابع من احساس صادق ودايما بتشوف الصدق في عينيه، وعشان كده قررت انها هتنسى اللي شافته نهائيا وكأنها ما شافتش حاجة، واقنعت نفسها ان دي تهيؤات. وعد شهرين وجودي وقاسم على حالهم ما بين فسح ومفاجآت وهدايا وفرحة قاسم وعشقه ليها. اما يامن فلاحظ ان جودي بتحاول تتجنبه، وده اللي خلاه يشتعل اكتر واكتر، وقرر انه ينهي اللعبة السخيفة دي واللي اخدت وقت طويل وبقت لا تطاق بالنسبة له، فمسك تليفونه واتصل بدنيا اللي ردت وقالت الو اسمعي احنا لازم ننفذ اللي اتفقنا عليه وبسرعة. ايه مش انت اللي قلت لازم ما نستعجلش عشان ما نبقاش مضغوطين ونغلط، وطول ما في استرس ممكن نغلط وكل حاجة تتكشف بسرعة؟ التنفيذ النهاردة يا دنيا، بكرة عيد ميلاد جودي وهتتم 18، وقاسم ناوي يتجوزها بعد ما تكمل السن القانوني للجواز، وده اللي انا مش هسمح بيه ابدا، ولازم الحق قبل ما تبقى مراته. خلاص يبقى ننفذ النهاردة. يبقى اسمعي بقى اللي هقوله وتنفذيه بالحرف الواحد. ماشي قول.
وفي شركة قاسم، دخلت معه لمكتب قاسم عشان تتكلم معه في موضوع جودي عشان قربت امتحاناتها ولازم تحط حد للي بيحصل ده. فسمح لها قاسم بالدخول وبدأت معها في الكلام وقالت: أنا كنت عايزة أتكلم مع حضرتك في حاجة مهمة. اتفضل يا مها. سامعك. حضرتك امتحانات جودي كمان أسبوع، وانتوا بقالكوا شهرين وأكتر كل يوم فسح وخروج، وتقريبا هي مش بتذاكر حتى السنتر، ساعات بتروح وساعات لأ، وكده مش هينفع خالص، يعني على الأقل حتى تنجح. أيوة يا مها، بس قاسم بيه انت كده بتضرها، لما يبقى امتحانها كمان اسبوع والاقيها بتكلمني تقولي انها خارجه معاك تاني وما استناهاش وانام عادي كده، كتير كتير بجد. كان بيسمع لها ومن جواه حاسس ان ليها كل الحق في كل اللي بتقوله، لانهم اتمادوا وبقوا بيخرجوا يوميا بياكلوا ويلعبوا ويرقصوا، ولكن بقى لازم انه ينتبه لمستقبل حبيبته ويحرص على انها تنهي امتحاناتها بتفوق. فاتكلم قاسم بصدق: خلاص يا مها، اوعدك ان كل ده هيتغير وهخليها تركز في مذاكرتها وامتحاناتها لحد ما تنجح وبتفوق كمان. شكرا شكرا قوي يا قاسم بيه، كنت متأكدة ان حضرتك هتكون حريص على مستقبلها. وابتسم ليها واستأذنت منه وراحت لمكتبها. فيتنفس بدي وهو بيفكر ازاي هيبعد عن حبيبته كل المدة دي. والحد هنا تكون خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش والجاي احلى. هنشوف مع بعض مكائد كتير قوي هتتعمل بغرض ان يفرقوا ما بين قاسم وجودي، بس يا ترى جودي هتقدر تتحمل ده ولا هتبعد وتكسر قلب قاسم؟ استنونا في الحلقات الجاية عشان هتعجبكم قوي بإذن الله. بس ما تنسوش تدعموني بلايك عشان بيحمسني انزل لكم اسرع، ولو اول مرة تشوف القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.